السلام عليكم المشاهدين، لاباس عليكم؟ بخير، هانيين، صحتكم لاباس؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفي احسن الاحوال ان شاء الله. اليوم اخوتي غندير معكم الكريب معمر، ندير شويه ديال الملحه. عندي هنايا ثلاثة ديال البيضات، وعندي كاس ديال الحليب، وعندي كاس ديال الماء، وغادي نزيد كاس ديال الماء اخر، وغادي نشوف واش هو هذاك العبار اللي بغيت انا. المهم المشاهدين ما تخافوش منه، هذا الكريب اللي غادي تطيبوه فسمع يعني كيطيب، كيكون معمر ب المهم غنقول لكم المقادير الاخرين. دابا خلينا مع هذه الاولى اللي درت لكم المشاهدين، خمار هذه الحلوه، وغادي نضيف زلافه ديال الطحين مغرب له، وغادي نشوف شحال غادي يدخل ليا ديال الطحين. هانتوما المشاهدين، انا غنطحنو وغادي نرجع معاكم. هانتوما المشاهدين ديالي، الكريب هو بديت كنطيب فيه، هو هذا يعني ماشي بالضروري ديرو السيترو ديال الحليب، ثلاثة د البيضات، هاتي هادي لا، يمكن لكم ديرو غير جوج د البيضات، كاس د الحليب وكاس د الماء. واللي باغي يدوبل المقادير راه كيدوبلهم على حسب الناس، بحال دابا انا درت على حسب ثلاثة ديال الناس. واني هنايا كنوجد الحشوة ديال اسمو، عندي هنا لو زونديف هو درتو يطيب اللي هو السبيناشي، وعندي الجبن، وعندي الجبن هنايا. المشاهدين اللي ما عندهاش الجبن بحال دابا هكذا، نقولوا حنا في المغرب اللي هذا الجبن قليل، يمكن لك تعوضيه بجيربي. انا راه ملي ما كيكونش عندي هذا الجبن كنعوضو بجيربي، لان هذا راه هو هذا يعني الانسان اللي ما يعني ما عندوش الجبن في الدار او في هذه، راه يقدر يستعمل غير هذا. وحتى الفرماج اللي ما عندوش الانواع ديال الفرماج، المهم المشاهدين غادي نولي نقول لكم كل. المهم انتم اخوتي المشاهدين، هنا الزبانيخ ديالي هما وجدوا، سلقتهم درتهم هنا. هنايا عندي الجبن، وعندي الفرماج، وعندي جيربي. انا ما غنستعملش هذا الفرماج المشاهدين، انا غير بغيت نوري لكم بان كاينه طريقه اخرى باش كيدار، لان انا في المغرب ملي كنكون في المغرب راني تنديرو، ما كينلقاش هذا الجبن، كنديرو بجيربي والفرماج، كيجي واعر، كيجي بحال بحال. وما كنمشيش نقلب على الزبانيخ تمايا، لان عارفاهم شويه، هادو راكم عارفين، ما نقول لكمش المشاهدين، راكم عارفين كل شيء، ما كنمشيش نقلب عليه يعني في الاسواق وداك الشيء. كنمشي كنجيب اربعه ديال الحكاك ديال الجيربي مثلا، وكنجيب اربعه ديال الفرماجات ولا خمسه من هادو على حسب استطاعه الانسان، وكنديرهم. وما كنمشي ما فرحت الزبانيخ، كنمشي كنجيب كيكون في السوق، راكم عارفين ملي كيحطوا دوك الرباطي ديال الخيز ومولاتي طريين غزالين، وكيحطوا ديك الوراق ديال الباربا، يعني الربطه ديال الوراق ديال الباربا يعني كتكون باقا طريه، يلاه جايبينها، وداك الشيء في السوق غزال في المغرب. يعني غير اللي ما بغيش بطريقه صحيه، هذوك ورق خيزو، ورق الباربا اللي كيتلاحوا، ورق البصله الخضراء، هادشي كله فيه منافع كثيره، نفس اللي هي في هذا. وهذا الا مشيتو تشريوه مثلا في المغرب راه غادي تلقاوه بزباله د الفلوس، يعني الثمن باش تشري اللحم.
لاماج كندير انا تمايا، وانا عزيز عليا ضربه، يعني حتى هنايا كنستعمل ورق الباربه وكنستعمل ورق خيزو. كنمشي ناخذ رباطيط خيزو ولا ديال اسمو، كناخذ داك الربع ديالهم اللي طري وغزال، كنسلقو بحال هكا وكنعمرهم بنفس الطريقه. كنعمر الكريب ديالي من داك الشيء الرفيع بنفس الطريقه، ماشي زعما ضروري خصو يكون هذا، ماشي ضروري يكون هذا، يعني هذا صعيب باش تلقاوه، يعني تصايبيه في الدار ولا خصك تمشي ليه حتى المرجان ولا هذا بين ما عرفتش واش كاين فيه. المهم انا هي قلت لكم بغيت نوريكم، يعني راه كاينين طرق اخرين باش كيتصايب من غير اسمه. الكريب ديالي هو هذا البيشاميل، راني وريتكم كيفاش كندير هاد المره الاخرى، انا وريتكم الطريقه غتلقاوها في الوصف. وعندي الفرماج، انا غنستعمل هادو، وعندي ثلاثه جوج ديال البيضات، ما نولي نرجع معكم المشاهدين باش ما نطولش الفيديو. هانتوما المشاهدين، هنايا درت جوج ديال البيضات مع الجبن، غادي ندير معاه الفرماج هكا. غادي نخدم بيديا على حسب الجبن، عندي في الثلاجه قاصح شويه، يعني ملي كنديرو في الثلاجه. هانتوما المشاهدين، يعني راه لا داعي تلقاو ضروري خصكم ديروه بهاد سميتو. انا قلت لكم يعني ما نقول لكمش على الخضر اللي كيكونوا في الاسواق المغربيه، يعني ما غزالين، داكشي واعر زوينين بزاف، فيهم منافع كثيره، اوراق البامبا اوراق اللفت راه هما واعرين وفيهم فوائد زوينه، غير هما بعض الاحيان ديك اللي ما كتكونش شبعانه ما كيكون شويه مرين، يعني الانسان يخاف يديرهم يخرجوا له مرين. الا بغى يسلقوهم وذوقوهم الا كانوا حلوين، حتى هذيك اللي كتكون كتسقى بزاف. ثم المشاهدين، عندي هنايا معلقه ديال البزار، حتى يبغي البزار باش كيجي زوين بنين، الملحه حتى هي معلقه ديال الملحه هكا، يعني الملحه دائما على حسب الاستطاعة ديال هادي، لان كاين ما كياكلش الملحه كاع، الملحه والسكر يعني هي. ودابا غادي نخلط مزيان هادشي هادو ديالي، ثم الخليط ديالي هو هذا، وعندي البيشاميل هي وجدات، الزبانيخ درنا لهم التوابل ديالهم كلشي واجد، وغادي نرجع معكم. عندي لاطا انا دهنتها هكا، غادي ندير لها واحد شويه ديال البيشاميل هكا، ثم المشاهدين كندير فيها شويه ديال البيشاميل، وغادي نبدا نشكل معاكم. الكريب ديالنا هانتوما المشاهدين، كنبقى كنشد وكنعمر بحال هكا، ما تخافوش منه راه ما كيبقاش هكا، ملي كديروه في الفران يطيب راه البيض كي هذا، كنبقى كنعمر بحال هكا وكنحط. نزيد معكم هذه المشاهدين هانتوما، هانتوما المشاهدين ديالي،
كريب. ها هو حيد يعني صايبتو ولويتو عمرتو بالحشو اللي وريتكم. دابا غادي ندير ليه البيشاميل هكا فوق منه هكا مزيان بهذا البيشاميل فوق منه هكا لان كيبغي البيشاميل. دابا هاد الطريقة باش كيجي فتي. نتوما المشاهدين دابا غادي ندير ليه الزبدة. ندير ليه الزبدة هكا ضروري خصها تكون فرقة الزبدة هكا يعني باش كتهبط ليه حتى في الجناب وفي كلشي لأن كيبغي الزبدة. وغادي نحك ليه الكوزة المشاهدين غادي نشوف واش نقدر نجبدها هكا فوالا بعيدة. وغادي نحك ليه الكوزة المشاهدين من الفوق وغادي ندفعو للفران يطيب ان شاء الله. غاديرلو على 120 باش كيطيب ما كيتحرقش كيجي طايب وزوين. وغادي نرجع معكم الشكل النهائي. انتما اعزائي المشاهدين الكريب ديالنا هو هذا الزبانيخ والبيشاميل كوزة والزبدة وديتو في الفران طاب. هانتوما راه ما كنخليهش حتى كيتحمر يتحرق وعلى حسب الناس اللي بغى يخليه يزيد يتحمر يمكن له يخليه يزيد يتحمر. انا راه ما كنخليهش يتحمر بزاف وكنحيدو ما كنخليهش يتحمر بلا قياس. علاش؟ لان تيلا شاط شويه هكذا الانسان وبغى ياكلو من بعد ولا هذيك كيلقى مازال فيه ديك لاصوص ديال البيشاميل. اما الا حمرتيه مزيان وهادي من بعد تينشف. وانا كنديرو يعني بحال هكا انا درت غير شي حاجه قليله هكذايا باش ناكلوها في العشاء وصافي. المهم بنادم تيدوخ في العشاء شنو يدير هادي 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 حتى هادي راه وجبه واعره كتجي. وكنتمنى تدعموني وتشاركوا في القناه وكنتمنى يعجبوكم هاد الاطباق اللي كندير. وسمحوا لي على شي فيديوهات الا كنت غلطه في شي حاجه فيهم راني مازال ما كنعرفش الموديفي كل الفيديو ونقاد سميتو مازال ما تنعرفش مزيان هذا داكشي علاش. المهم قعدت نتعلم يعني الانسان ما حدو في الدنيا وهو كيتعلم. شكرا لكم وكنتمنى ان شاء الله حد سعيد للجميع وكنتمنى يعجبوكم وتعاونونا بالاشتراك في القناه. شكرا بزاف الله يعاون. نتوما المشاهدين كيفاش كيجي واعر هكايا نتوما كيجي زوين. وهذا الشكل ديال الكريب بالصحه والراحه.